مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في اولى حلقات برنامجكم فيستوك. فيستوك اللي بدا في شهر رمضان، شهر المحبه والغفران. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا احب اقول لكل الساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وقبل ما نبدا بتعريف فقراتنا النهارده احب ارحب بزمايلي. مساء الخير يا سلوى. مساء الخير يا جوجو، عامله ايه؟ الحمد لله. مساء الخير يا نسرين. مساء الخير يا جهاد. مساء الخير يا سلوى. مساء الخير يا جميل. مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان. رمضان كريم وكل سنه وحضراتكم طيبين، والنهارده ان شاء الله اولى حلقاتنا في برنامجكم فيستوك. هنبدا بقى من ايه؟ هنبدا اول فقره معانا او فيها حاجه حلوه. فيها حاجه حلوه نسرين بقى تقول لكم على احلى حاجه حلوه موجوده. انا اولا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. وانت طيبه. فيها حاجه حلوه، بلدنا دايما فيها حاجه حلوه رغم الازمات الكتير اللي بنعدي بيها، لان هي دايما بتتخطاها ودايما في تحدي صعب، الا اننا كلنا ايد واحده. من ضمن الحاجات الحلوه ان في قريه الحدحدة في المنيا الإخوة الأباط شاركوا الإخوة المسلمين، بيبقى عاملهم مفاجأة كبيرة. كانت مفاجأة جميلة جدا. كانت مفاجأة حلوة جدا. حلوة قوي لما المسلمين عملوا فانوس للمسيحيين وبدأوا. لا هو العكس. العكس. المسيحيين عملوا فانوس للإخوة المسلمين وفاجئوهم إن هو موجود أمام إحدى المساجد في القرية. فعلا دي حاجه من الحاجات الجميله جدا اللي حصلت جداً. وفي حاجات تانية برضه. لا في حاجات كتير يعني يا جماعه، كمان يعني لفت نظري على الفيسبوك بقاله كام يوم كده سواق توك توك جميل خالص علق على الازاز بتاع التوك توك بتاعه إن اي حد من الجيش الابيض يركب مجانا، يركب التوك توك مجانا. اي حد بيدعم الجيش الابيض بيدعم طبعا مصر. هو سواق اسمه اسامه مرعي من مدينه الجماليه بمحافظه الدهاليه. لفت نظري جدا ان ده منتشر على الفيسبوك، لفت نظري جدا ان هي فعلا فيها حاجه حلوه، ومصر فعلا جميله بابنائها وكل حاجه جميله فيها. طبعا لفت نظري كمان ان الموضوع يعني بجد شدني قوي من منظور الانساني، ان هو ازاي فكر كفكره جميله رائعه بيدعم جيش بلده الابيض، الدكاتره المحترمين الجمال اللي دايما 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 واقفين في ظهرنا ودايما بيقدموا لنا اقصى جهدهم ودايما بيتعبوا معانا في كل المستشفيات. بالظبط كلامك يا سلوى، وفعلا دي لفته حلوه جدا. وهاكد على كلامكم ان مصر فيها حاجه حلوه، بان برضو فيروس كورونا رغم كل السلبيات اللي هو فيها الا ان في بعض الايجابيات. يعني احنا قبل الفيروس كان في فتره انتشر فيها الجرائم بصوره كبيره جدا جدا، وكان في حاجات كتيره قوي سلبيه. الجرائم دي ابتدت تقل وابتدينا الحمد لله ان احنا نتحسن فيها وما بقتش موجوده. فبرضو خلينا نذكر الايجابيات زي ما بنذكر السلبيات. من ضمن الايجابيات برضو تلاقي الناس واخده مسافات بعيده عن بعض في اماكن مختلفه، في اماكن القبض بتاعه المعاش، في البنوك، في الاماكن المزدحمه. برضو تلاقي نسبة الأول كنت لما تلاقي حد في الشارع لابس كمامة ده بالنسبة لك شيء مش طبيعي، مخيف بالنسبة لي. طبعا إنما دلوقتي الموضوع بقى عادي جدا، متقبلة أن أنت تلاقي حد في الشارع لابس جوانتي، متقبلة أن تلاقي طفل في الشارع لابس الكمامة بتاعته. فأعتقد ده مصدر أمان كويس جدا جدا. احكي لي أنت عملت إيه في موضوع الكورونا، وأنت كمان يا جيدة عملتوا إيه في بيوتكم؟ يعني أنا ما نزلتش ولادي بصراحة خالص، طول النهار قاعدين في البيت مع بعضنا. ما اقولكيش بقى على الاسره المصريه الجميله في التجمع بتاعها وفي المسلسلات، وبالذات كمان لما رمضان دخل علينا بقت في ازمه ان مين هيتفرج على المسلسل دوت ومين هي، يعني حاجات كتير. وعايزه اقولك ان رمضان هل علينا يعني هل كده جميله ان الناس نسيت شويه كورونا يعني عن الاول. هي فعلا نسيته بشكل بنسبه اكبر، خلاص بقت مركزه في المشاهير والمسلسلات، وده المسلسل هيتفرج على مسلسل ايه النهارده. لا بقى في اختلاف جامد. طب وتفتكري ده صح؟ هو طبعا في برضو بعض الناس ابتدت تنسى كورونا لما رمضان جه، لان برضو المسلمين شعائر رمضان برضو بتفضل تمسهم والصلاه وصلاه التراويح وقراءه القران الكريم. زعلت جدا بجد ان في صلاه تراويح، وزعلت جدا الحاجات اللي احنا متعودين عليها في رمضان للاسف مش موجوده. عايزه اقول لك انا قبطيه برضو مفتقده. بتصومي؟ لا ده انا طول النهار باكل.
يعني بس التراويح انا مفتقده التراويح وصوت الاذان وشكل الشوارع في وقت التراويح. يعني انت حاسه برضو بالحاجات اللي احنا مفتقدينها؟ مختلفه خالص. الشوارع مختلفه خالص طبعا، لان هو رمضان بعد الفطار وبعد صلاه التراويح، ودي ده بتبدا بقى احتفالات رمضان. طول النهار الناس بتبقى نايمه وانت مش موجوده. خلينا برضو نروح لنقطه مهمه جدا، وهي ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نؤدي العبادات على اكمل وجه. احنا دلوقتي اغلب الوقت بنكون فاضيين، مفيش شغل كتير، مفيش جامعه، مفيش دراسه، مفيش امتحانات. نحاول ان احنا نستشعر كده شعائر رمضان، ونحاول ان احنا نطلع من رمضان واحنا كسبانين منه، ويكون ربنا راضي عننا. طبعا من اهم الايجابيات اللي انا بقى يعني بجد حصلت لي في موضوع الحظر وحظرت لي في موضوع كورونا ده، ان انا بقيت قاعده في البيت مركزه قوي مع ولادي، مركزه جدا ان تفاصيل حياتهم اللي ممكن ما تكون بتعدي عليا هوا كده بقت تعدي بتفاصيل جميله. بقيت افهم ولادي اكتر، اسرارهم، حياتهم، اكلنا، شربنا، بقينا في ترابط اسري. قصدك تقولي ان الاسره قربت من بعض؟ جدا جدا في ترابط اسري حصل جميل. طبعا عارفه اكيد في الفتره اللي احنا فيها دي، سواء كورونا سواء غير كورونا، كان الفيسبوك والسوشيال ميديا كلنا بنقعد نتلهي فيها، يعني بنكون قاعدين جنب بعض كده على ترابيزه واحده وقاعدين في كل حته، وللاسف كل واحد ماسك موبايله وهنا على الواتساب وهنا على كل واحد فينا في وادي، وللاسف مفيش ترابط. حاليا الحمد لله يعني بيحصل، ولكن بوجودنا كلنا في البيت ال 24 ساعه الشهر ونص اللي فاتوا الموضوع اختلف. واهم حاجه في الموضوع ده ان انا طلعت النهارده عرفت ان يعني زدت 5 كيلو. دي ازمه شعب حضرتك يعني. ازمه شعب ازمتكم برضه. خلينا بقى نروح كده لحاجه مهمه جدا، وهي مواقع التواصل الاجتماعي. هي سلاح ذو حدين حقيقي. كل واحد بيستخدمها بالطريقه اللي هو شايفها، فايه رايكم في الموضوع ده؟ انا بالنسبه لي فيها طبعا سلاح ذو حدين، فيها الحلو وفيها الوحش. اكيد طبعا مؤخرا انت شفتي مواضيع تيك توك والكلام ده، طبعا انا ماليش يا جماعه في تيك توك خالص، ما بحبوش، ومش ما بحبوش بس انا ما اتعرفتش عليه ومش حابه، لانه بالفعل احنا وقتنا بيضيع. يعني يكفي بالنسبه لي الفيسبوك بيضيع وقت، حاجات كتيره جدا بنخرج من هنا لهنا هنا لهنا، واكيد انتوا عارفين القصص دي. لكن سمعنا في الفتره الاخيره ان تيك توك عمل مشكله كبيره جدا مع بعض المشاهير فعلا، وتحولوا لبعض المسائلات القانونيه. بالظبط، وتحولوا فعلا مسائلات قانونيه، ولكن في برضو البعض عمل حاجات كويسه. اكيد، لان كل حاجه زي ما فيها ايجابيات فيها سلبيات. لا، هي من ضمن السلبيات ان بقت فيها نصب كتير، بقى فيها خطر كتير على اولادنا، وفي اولياء امور بنسبه كبيره. ابني ملهي على التليفون، فخلاص انا ماليش دعوه هو بيعمل ايه، وهو بالفعل داخل على برنامج زي التيك توك دوت. ما فيش اي حجب مواقع، ما فيش اي كنترول على الطفل خالص. بيشوف حاجات، يعني التيك توك مليان غير القضايا اللي اترفعت وغير اللي اتشاف، مليان. طب بما انك انت متجوزه وعندك اطفال، قولي لي ازاي بتهتمي بالموضوع ده في البيت؟ يعني ابنك اكيد معاه تليفون، بنتك اكيد معاه تليفون، ازاي بتقدري تسيطري على الموقف ده؟ بصي، السوشيال ميديا ايجابياتها كتير زي ما اتكلمنا على السلبيات. الايجابيات اللي هي خلتني من خلال برنامج انزله على موبايلي اقدر اتحكم في حجب مواقع وتشغيل مواقع على تليفون ابني. يقدر يجيب لي هو فين دلوقتي، هو بيدخل مثلا على الواتساب قد ايه. فلا، السوشيال ميديا برضو وفرت لك ان انت تقدري تشوفي ابنك من بدون ما تدخلي في خصوصياته، بدون ما تقولي له لا. ولكن يكون في رقابه من الاسره. في رقابه، انت عارفه هو بيقضي وقته كله ازاي. زي برضو ما ذكرنا السلبيات، تعالوا نروح للإيجابيات بتاعت السوشيال ميديا. الفترة الأخيرة هي لعبت دور مهم جدا في إن هي كنا بندرس عليها، يعني الطلبة على الواتساب بيدخلوا جروب مع الدكاترة بتاعتهم في الجامعة حقيقي. وكنا بناخد فعلا المناهج عليها حقيقي. بعض الناس كانت بتشتغل من بيتها وهي قاعدة عشان خاطر مش هينفع تنزل بالزبط. فهي برضو كان ليها إيجابيات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت مش عايزين ننساها. لا، أنا بصراحة عمري ما هنسى فعلا الموضوع ده. كنا قاعدين في البيت وقبل الامتحانات والدنيا فعلا كربست علينا وكورونا ومحدش ينزل، وفعلا كل الامتحانات كانت كل المراجعات كلها على الواتساب. ما هو دلوقتي البحث هيبقى الكتروني، بتاع كل مراحل النقل هيبقى الكتروني. دي برضو ايجابيات السوشيال ميديا. تفتكروا الموضوع ده هيأثر فينا كمصريين؟ حلو بالنسبه لنا عشان احنا اول مره نجربه. هي حاجة ممكن تساعد في ان احنا نطور من نفسنا اكتر، بس بأول سنة ممكن تنجح. تفتكروا في كل فكرة في بدايتها بتقابل النقد وبتقابل الإقبال،
انما كفكره جديده هو احنا خايفين منها، خايفين نفشل منها، مش فاهمينها، مش عارفينها. ففي من ضمن ان هي في احنا خايفين منها قوي وفيها سلبيات، لا ان هي مش عارفين ايجابياتها ليه. انا بالنسبه لي شايفه الفكره هي اكيد فيها سلبيات، ولكن انا شايفه ان الفكره جديده حلوه، وده اول البدايه وما نقدرش نحكم عليها دلوقتي للاسف لسه. بس انا شايفه ان الموضوع حلو، ان احنا خلاص بقى بنتطور. احنا التعليم عندنا بصي هو فعلا حاجه جديده، ولكن بدانا نتعود عليها. يعني احنا دخلنا في مرحله التعود خلاص بالضبط. اللي هو بدانا ان احنا نتعود ان كل حاجه بقت ماشيه بالسوشيال ميديا والاونلاين وكل ده حقيقي. بس تفتكروا في حاجه عايز اسالكم عليها، ليه الناس اتلهت في مسلسلات رمضان ونسيت الكورونا؟ بصي ده ديت من نعم ربنا علينا الحمد لله، لاني عايزه اقول لك كان يوميا احنا دخلنا في وسواس مرض بالذات لكبار السن، وكانوا على طول يقولوا المرض بيهاجم اكتر كبار السن اكتر. فهي من نعم ربنا ان رمضان جه والناس اتلهت، بقت خلاص بقيت انت دلوقتي من خلال حتى صفحتك او من خلال متابعتك على التليفون الخاص بك اتلهيتي شويه عن كل يوم عدد الاصابات. طب عدد حالات الوفاه في بقت في حلوه البدايات حلوه البدايات. الغربالي الجديد ليه شده كده، تمام. الناس كلها كانت خايفه كورونا 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 دلوقتي يعني عايز اقول لك المسلسلات والبرامج انزلي الشارع المصري الناس بقت تتعامل معاه خلاص كانه الف نور برد عادي، مفيش اي مشكله خالص. ولكن خلينا نقول برضو ان الصح في الوقت ده ان احنا في رمضان ان احنا مش نتجه للمسلسلات قوي، يعني نركز برضو في شعائر رمضان الجميله وما ننساش صلاه التراويح. مش معنى ان المساجد اتقفلت ان احنا ما ننزلش نصلي، ان احنا ما نصليش في البيت عفوا. فالموضوع يعني ان احنا نركز فيه، نركز في شعائر رمضان. مسلسلات رمضان كلها هتتعرض تاني بعد رمضان ونقدر نشوفها، ولكن رمضان لو راح خلاص مش هيتعوض مننا تاني. حقيقي فعلا والله، انا برضو بايدك نفس الراي. بس فعلا يعني الشعب المصري كله بلا استثناء فعلا مبقاش فيه كورونا، انا ما بسمعش حد دلوقتي جايب السيره. وعايزه اقول لك الاول كنت بنسبه كبيره لما تنزلي الشارع تلاقي الناس بتنتقد بعض، ده انت نزلت ليه، انت ما نزلتش ليه. دلوقتي بقى كله بينزل، دلوقتي الموضوع بقى 90% خلاص ما حدش، الناس بدات ترجع لحياتها الطبيعيه تاني. ما حدش قاعد في البيت 24 ساعه، لا خالص كله رجع تاني بقى ان انا انزل واشوف حياتي. لو في نسبه حذر برضه موجوده والخطر موجود، ووعي المواطن المصري بقى اعلى شويه في المرض وخطوره المرض، بس لا بيبقوا ينزلوا الشارع ونسبه يعني. بس برضه نرجع ونقول يا جماعه ما حدش ينسى الكحول، ما حدش ينساه خالص، دايما في شنطتك او في شنطتك ما حدش ينساه يا جماعه. الموضوع ده مهم جدا على فكره، مش معنى ان احنا يعني سرحنا كده شويه في خيالنا في مسلسلات رمضان والبرامج وكده ان احنا ننسى ان في بالفعل فيروس اسمه كورونا بيهدد حياتنا. ده هو بيهدد حياتنا بشكل، لو ركزنا يمكن السوشيال ميديا قللت شويه عشان شهر رمضان حقيقي. الاعلام قلل شويه حقيقي. انما احنا في كارثه بالفعل حالة. مش الموضوع عارفين فعلا خطير جدا ومش عارفين اخرته ايه جداً. الاول كنا واخدين الموضوع مفيش حد قريب مننا اتصاب، مفيش حد نعرفه اتصاب، احنا كنا مطمنين. لا فدلوقتي لا، في ناس انت مثلا تسمعي لا قدر الله ده صاحبه فلان في الشغل، صاحبتك في الشغل جالها كورونا، في حجر صحي لفلان، لا بقت في حالات متواجده معانا احنا نعرفها شخصيا. فالموقف نفسه من جوانا عمل ازمه اضطراب للمرض بشكل اكبر. طب خلونا بقى كده من مكاننا كده النهارده نوجه رساله لكل الناس اللي لسه بتنزل الشارع ولسه مستهتره ومش خايفه على اهاليها، تحب تقول لهم ايه؟ انا بالنسبه لي اقول لك خليك في بيتك طالما مفيش حاجه ضروريه تنزل علشانها. كلنا بنشتغل وحد ممكن يقول لي انت بتنزلي، بس انا بنزل عشان انا جايه شغلي، باخد طبعا كل الاحتياطات اللي ممكن اي حد يعملها، واحنا داخلين في دكتور بيشوف حرارتنا في كل حاجه، بس ممكن انت تكون في شغلك ما يكونش فيه الحاجات دي كلها. فانا بقول لك اقعد في البيت طالما مفيش اي حاجه ضروريه لازم تنزل عشانها اقعد في البيت. ولكن طبعا كلنا لازم دايره العجله اشتغل، وطبعا ننزل نرجع تاني، ولكن واحده واحده. وطبعا الحكومه مش سايبانا، انتوا فاهمين كل شويه رويده الموضوع بيتسهل علينا. وفرصه ان احنا في رمضان نسال ربنا ان شاء الله ان هو يرفع عننا البلاء ده قريب جدا، وان احنا ندعي كده ونغتنم الاوقات دي في الدعاء ان شاء الله. امين يا رب. وطبعا من هنا حابين نوجه تحيه كبيره جدا للجيش المصري على الدعم اللي احنا شايفينه بالنسبه للكورونا. بيفرقوا على فكره كمامات في الشارع، بيفرقوا حاجات كتيره جدا، يعني انا شفت بعيني على فكره يا جماعه وانا ماشيه العربيه ادتني كمامه،
فلأ الموضوع بجد تحية كبيرة جدا للجيش المصري. أكيد كلنا بنحيي الجيش المصري. أكيد طبعا. طيب ندخل في موضوع تاني مهم جدا، كنا لسه بنتكلم قبل الهوا على موضوع سرقة الأكاونتات اللي هي من 5 سنين ومن 9 سنين ومن كده. ده فعلا الموضوع ده أنا كنت مش أول مرة أسمعه ومش أول مرة يعني إيه أركز فيه، ولكن ما كنتش مركزه فيه قوي غير لما انت لفتي نظري. قولي لي ايه الجديد اللي انت سمعتيه، او ايه فعلا احنا حاسين ان احنا عايشين في غابه؟ بصي انا بالصدفه دخلت على السوشيال ميديا الفيسبوك، لقيت نفسي في جروب غريب، جروب مش فاهمه له حاجه. ابتديت كفضول اتابع الجروب ده، لقيت شباب بتعرض الفيسبوك القديم، يقول لك مثلا من 2005 ل 2006 ل 2007 ده بسعر. في حسابات موجوده من امريكا لشخص من بره مصر، في اكونت جديد بسعر معين. طب لقيت حد بيرد عليه، طب انا عايز اكونت لمده 3 ايام. ده الموضوع كبير جدا جدا. لا طب تعالوا بقى نستقبل رشا وبعدين نكمل الموضوع بان الموضوع كبير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الفل. ازي حضراتكم منورين الشاشه. والله ربنا يخليك يا رشا، شكرا. مبروك على البرنامج، وحقيقي حاجه جميله جدا جدا. الله يبارك فيك يا رب. ازيك يا استاذه جهاد؟ ازيك يا رشا، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي منوره الشاشه، والف مبروك ليكي، ويا رب ان شاء الله في تفوق ودعم كده على طول. ربنا يخليك، انت نورتينا النهارده. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. كنت عايزه اسالك بقى على موضوع رمضان، بما اننا في رمضان كده، ازاي كده نقدر نستغل رمضان كشهر جميل نخرج منه كده في طاعه ربنا كده ان شاء الله؟ لان كذا حد ممكن يخش رمضان ويبقى صعب عليه جدا، ان هو قران بقى والصلاه يقول لك ما فيش وقت وكده، ازاي نقدر نقسمها؟ حاضر يا رشا، ان شاء الله هجاوبك. حاضر، شكرا على اتصالك. شكرا ليكي يا رشا، منوره يا جهاد، منوره. ربنا يخليكي، شكرا. طيب كملي بعد كده هرجع لرشا. كانت سؤالها بتقول ان هي بتقول لك ازاي نشوف ازاي نقعد في رمضان ونتجه للدين ونقرا قران ونرجع تاني. تمام. من اهم الحاجات اللي احنا لازم نلتفت ليها في رمضان ان احنا نقرا القران الكريم، لان احنا عارفين طبعا ان رمضان هو شهر القران الكريم، وربنا سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران. يعني نحاول ان احنا نغتنم بقى الفرصه دي، ونحاول ان احنا نقراه، ونحاول ان احنا نهتم بيه شويه. وزي ما قلت برضو يا جماعة ان المسلسلات كلها هتتكرر بعد رمضان، ولكن الاهم دلوقتي ان احنا نركز في رمضان. برضو صلاة التراويح، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، ان احنا ندعي كتير على الفطار. خلينا برضو متفقين ان في اوقات مهمة جدا جدا بتكون ليها الدعاء بيكون فيها مستجاب. طبعا احنا عارفين ان ربنا دايما بيكون فاتح ابوابه لينا، ولكن الوقت اللي قبل الفطار ده بنكون واثقين ان في دعوة لا ترد، فنغتنم الوقت ده ما ننشغلش بالفطار والاكل وان احنا عطشانين، ونحاول ان احنا ان شاء الله ندعي ربنا. ما تجريش على الاكل مع الاذان. مش كلنا النهارده. ايه مش كلنا طبعا. بشكرك يا رشا على اتصالك، شكرا ليك. نرجع تاني للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، ان انت كنت بتتكلمي ان في اكونتات بتتباع بمبالغ كبيره جدا بالدولار. بالدولار كمان. تفتكري ليه وسعره؟ ما هو دي بقى يعني ده السؤال، ليه يعني فين ازاي جروب زي ده كبير زي ده يتعمل وفي عدد اعضاء يعني كبار جدا؟ مفيش رقابه. مفيش رقابه. لا مفيش. يبقى هنا الموضوع يرجع للرقابه، ان هنا مفيش رقابه. احنا الموضوع ده هنتناقشه برده بالتفصيل، بس ان شاء الله في الفقره الثانيه مع خبير السوشيال ميديا احمد العباسي، صح كده؟ أيوة. بس احنا بنتناقش فيه عموما، يعني انا شايفه فعلا ان ده صالح مين، لصالح مين يا جماعه اللي انا اقعد يعني اقعد على جروب واقعد اشتري اكونت من كام سنه فاتوا علشان اعمل بيه ايه، الا اذا كنت هعمل مصيبه. ما هو ايوه دي بقى المشكله. المشكله ان ممكن دلوقتي يبقى الحساب دوت حساب كان بتاع شغلي من 2005 او حساب شخصي، طب انا هاخده، طب هعمل ايه بيه؟ انا ممكن اعمل مصيبه باسم شخص تاني ويرجع يتقفل تاني، والشخص خلاص مش هعرف مش هيعرف. طب انتم من وجهه نظركم شايفين ايه الحل في الموضوع ده؟ لازم رقابه. لازم رقابه، ورقابه شديده. وفي حاجات تانيه على فكره بتحصل، انه دايما بتشوفوا مثلا الناس بتسرق صور من عند اكونت شخص مثلا معروف او حتى مش معروف، بس هي هدفها انها تسرق الصور دي تحطها في اكونت تاني وتتكلم باسمه بكل تفاصيله وتبعت للناس اصحابه فعلا. طب انت استفاد ايه فعلا؟ الاول ده كان بيتعامل مع الناس المشهوره، الفنانين، لاعب الكوره، دلوقتي للاسف بقى لا، ممكن يتعامل مع شخص عادي جدا. انا ممكن اخد صورتك
واعمل الحساب بتاعي واعمل مصيبه اي مصيبه او اسبب لك اي مشكله من اي نوع، مفيش رقابه، وانت مش هتحسي باي حاجه غير لما تحصل المصيبه ليكي. انا بالنسبه لي دلوقتي بالنسبه للفنانين الموضوع بقى اسهل، لان دايما بيوثقوا حسابهم دلوقتي، بقى الموضوع على اعلى مستوى يعني. دلوقتي انا فنانه فبوثق حسابي، فالموضوع ده بقى خلاص معروف بعلامه كده، علامه صح ده بتاعي انا. لكن فعلا الفكره في الناس اللي ممكن اللي تكون زينا، حد بالظبط اي حد حصلت معايا من سنتين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني لقيت دخل على حساب صاحبتي قال لها انا فلان الفلاني، انا محتاج في حد سرق الصور بتاعتي، وخشي على اللينك ده، بعت لها لينك، خشي على اللينك دوت وبعد اذنك اعملي بلاغات عليه. دخلت على اللينك، اتهكر الاكونت بتاعها، خدوا منها، دخل لي قال لي الحقيقه انا الاكونت بتاعي الصور بتاعته اتاخدت، وبرده خشي على اللينك اعملي بلاغات. اول ما بيدخل على الايميل دوت او على اللينك اللي انت اللي هو مديهولك بتدخلي عليه، الفيس بتاعك بيتهكر خلاص. عمل ايه بقى هو؟ بعت لاصحابي وبعت للناس، بقيت لقيت الناس بتتصل بيا، انت كويسه، فيكي حاجه، ليه، في ايه، احنا انت بعت لنا رقم، عايزه بعت لهم ايه بقى؟ عايز مبلغ 500 جنيه ومبلغ 1000 جنيه وحولهولي على تليفون رقم كذا، علشان وكمان علشان انا جوزي ما يعرفش، قال على لساني علشان جوزي ما يعرفش. فطبعا هم عشان واثقين فيك يا اصحابك، فبالتالي بيعملوا كده مقابل كده. أيوة. وطبعا ده رقم جديد ومش عارفه ايه، وانا مزنوقه في الحتة دي ومش عارفه ايه. ونلاحظ برضو ان احنا في بعض الاوقات نلاقي ناس مثلا مشيره بوست، يا جماعه الايميل بتاعي اتسرق، خلوا بالكم، مش اي حد يتصل يكلمكم عليه يبقى انا، فخلوا بالكم. فدي بتكون نقطه مهمه، ان لو حد فعلا حصل له كده لازم ان هو يبلغ الناس اللي عنده على الصفحه بتاعته. حقيقي. فبيبلغهم ازاي؟ يبلغهم بقى عن طريق الواتساب، اكيد معاكي برضو ارقامهم على التليفون، عن طريق الواتساب، عن طريق او مثلا من عند الاكونت بتاع ابنك او من صاحبتك مثلا اللي عند اصحابك التانيين، فيعني تقدري تبلغيهم سهله. بس هو فعلا الموضوع بقى موضوع مستفز جدا وبعدين بيعمل مشاكل كتير. وفعلا زي ما انت قلتي، المفروض لما بنفتح رساله المفروض نركز دايما يا جماعه، حتى لو صديقك على الفيسبوك ممكن يكون حد انت ما تعرفوش اساسا، يعني في مننا كتير اصدقاء احنا ما نعرفهمش اساسا، دي حقيقه. فبيدخل يقول لي مثلا ايه، يبعت لي لينك، انا شفت صورك في الحته الفلانيه مثلا، فانا زي المجنونه شفت صوري فين ده، شاف صوري فين ده، فطبيعي جدا رد فعل طبيعي، اول حاجه هدوس على لينك. لكن لازم اركز في كل رساله بتجيلي على الموبايل، خصوصا على الفيسبوك في الرسائل، وما افتحهاش بسرعه، لازم اركز من مين، ولو الشخص ده ذو ثقه افتحه، غير كده لا. معانا رانيا. الو الو الو، مساء الخير. معاكي الو. معاكي. ازيك يا رانيا؟ مرحبا. الصوت واطي. ها؟ يا رورو. يا رانيا، انت منين يا رانيا؟ من براني. عامله ايه؟ تمام والله. والكورونا عاملة ايه؟ المرض عندك ايه؟ مش سامعاها. ماشي الحال. وانا كمان بحبك على فكرة. عجبك الحلقة بتاعتنا؟ ايوه. احكي لي بقى، عاملة ايه في البيت؟ بتعملي ايه بقى؟ يعني قبل الكورونا كنت بتعملي ايه، وبعد الكورونا بتعملي ايه؟ احكي لي. العمل بس قاعدين وخلاص. بالغاز البيت. ايه للبيت؟ الصوت مش واضح. مش واضح. قاعدين في البيت. مية مية. خليكي في البيت. حافظي على الاولاد، ويعني بصي كده جهاد معاكي. ايه؟ قولي لنا يا رانيا بتعملي ايه في رمضان؟ الاتصال اتقطع. للاسف الاتصال اتقطع. حاولي ترجعي لنا تاني. قاعدين في البيت. الناس ليه مستسلمة كده؟ يعني حلو انهم مستسلمين، بس ليه قعدة البيت ما فيهاش حاجة مهمة؟ ليه انا كسبت بيت اقعد بس عشان اطبخ، عشان امسح، عشان اكنس، اهتم بالبيت؟ فين الولاد؟ فين مذاكره الولاد، المدرسه اللي احنا قعدنا منها؟ على فكره في ناس كتير جدا ما بقتش تذاكر لاولادها، خلاص بقى اجازه. غير كده ممكن، على فكره عايزه اقول لك على حاجه، نستغل الوقت دوت نجيب قصص اختراعات، نعمل نسيب الولاد تلعب في خلينا نتكلم في الموضوع ده بس بعد الفاصل. بعد الفاصل.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا لسه بنتكلم انا ونسرين في موضوع مهم جدا، ان بعض الامهات بتقعد في البيت نسيت ان في كان دراسه، فاكل وشرب وحياه روتينيه جدا، وبتنسى انها تستغل وقت اولادها. فنسرين كانت بتقترح ان الام تجيب قصص. كمل لنا بقى. ممكن قصص، ممكن اجيب اختراعات للولاد يعملوها، مش لازم احكم قوي الدنيا ان هم لا ما تتحركش، لا طول النهار قاعد الولد. ممكن انزل المكتبات مليانه قصص عربي انجليش حسب الدراسه بتاعتهم، انمي مهاراتهم اللي هم حابينها، اشوف هم حابين ايه ويعملوه، مش لازم على طول التليفون علشان اكون خلصانه من ولادي والزن ويتخانقوا مع بعض. لا، في حاجات كتير قوي ممكن نعملها في الاجازه، حاجات ونستفاد منها كتير برضو. بما ان مفيش نوادي كمان بقت موجوده، فممكن بقى حاجات تانية ممكن تعمل في البيت يعني. مفيش طبعا نوادي. زي برضو مفيش سلبيات كتير قوي في موضوع الكورونا، الا ان برضو في ايجابيات مهمه جدا. لازم برضو ان احنا نلتفت للايجابيات عشان هي اللي بتخلينا يكون عندنا تفاؤل وامل ان احنا نكمل بيه الحياه. من احسن الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت هي قصه محمد وياسمين، اللي هو كان عيد جوازهم جه وهم في الحجر الصحي، للاسف عملوا تحاليل وطلعت النتيجه بتاعتهم ايجابيه. اليوم ده صادف ان هي كانت الام حامل في الشهر التاسع، وان هي ولدت وجابت الطفل يامن. الجميل قوي في الموضوع ان الجيش الابيض ساعدهم في الاحتفال ودخل عليهم اجواء الفرحه والبهجه، وجاب لهم كمان تورته وعمل كل اجواء الفرحه وجاب لهم هدايا واحتفل معاهم بالموضوع ده. فدي حاجه بنوجه فيها رساله للجيش الابيض، وهي حاجه عظيمه جدا جدا، واحنا فخورين ان الجيش الابيض بتاعنا كده بصراحه يعني. تحيه كبيره جدا للجيش الابيض. قولي لي بقى، انت كطالبه جامعيه بتستغلي وقتك ازاي؟ يعني طبعا امهات الامهات دول حاجه، والطالبه الجامعيه دي وقتها بيكون حاجه تانية. قولي لي بتستغلي وقتك ازاي؟ بصي، هو انا في اول الموضوع خالص بصراحه، في اول موضوع الكورونا ما كنتش عارفه اتاقلم، الموضوع كان صعب، ان انا بقى قعدت من الكورسات بتاعتي والجامعه وكل حاجه وقفت كده فجاه، فكان الموضوع صعب على كل الناس. ولكن بعد كده بدات افكر ان انا عايزه احول المرحله دي لفتره ايجابيه في حياتي، وان انا احول المحنه دي لمنحه. فبدات ان انا افكر ازاي اعمل ايه، فعملت قناه على اليوتيوب، وبدات اشارك الناس بقى افكاري، بدات اعمل فيديوهات عن رمضان، بدات بقى افكر يعني، بدات ابحث عن حاجات معينه في مجالي بقى. ولكن برضو في الاول الموضوع كان صعب عليا، بس بقى واحده واحده بدات اتعود، وبدات ان انا احاول اعمل حاجه ايجابيه. واحنا يعني ليه نسرين ما بنعملش قنوات على اليوتيوب احنا كمان؟ احنا بنربي اولادنا يعني. احنا لا، احنا بنربي عيالنا ونعمل كذا حاجه يعني، عادي على فكره خالص، احنا برضو امهات جامدين قوي يعني. عايزه اقول لك انا بعمل شغل من البيت فعلا. حلو. بيتعمل شغل من البيت برضو عادي، ممكن من خلال السوشيال ميديا ومن خلال النت. لا، بيتعمل شغل. انا عملت احلى شغل، انا قعدت اكل. لا، ده غير الاكل، ده الاكل ده شيء يعني مفروغ منه. ما انا بقول لك دي ازمه شعب، الاكل ده ازمه شعب للاسف. للاسف بقى في رمضان احنا اكلنا هنحلي، طب حلينا، طب نشرب عصير، كلنا، طيب ناكل تاني طول النهار. العقل للاسف متبرمج، انت فاهمه، مفيش حاجه جنبي، فلا اروح الثلاجه ارجع اجيب كل كوم بقى، والكنافه والقطايف كوم تاني خالص. لا، الموضوع اغراءات. الكنافه بكل انواعها. اسكتي بقى عشان لسه ما فطرتش، والموضوع كده بالنسبه لي مش قادره يعني. اسالي الله يكون في عونك. صعب. صعب جدا. من وجهه نظرك شايفه ايه برضو من الاجابات اللي الكورونا يعني عملتها فينا؟ والله بصي، الاجابات كتير، بس تعالوا الاول نستقبل اتصال خبير السوشيال ميديا استاذ احمد العباسي. مساء النور. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ورمضان سعيد علينا وعليكم يا رب. وحضرتك طيب. طيب وبخير، ورمضان كريم يا رب. يا رب، اللهم امين. استاذ احمد مساء الخير، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير وسعاده، كل سنه وحضرتك طيبه. في خلينا نقول ان في جروبات كتير انتشرت الايام دي على السوشيال ميديا بتبيع حسابات فيسبوك مؤكده وقديمه وبضمان كمان. وكل اكونت بحسب سعره، الجديد ليه سعر والقديم ليه سعر. بص يا فندم، اقول لك على حاجه، السوشيال ميديا هي عالم افتراضي زيه زي اللي احنا عايشين فيه بالظبط، تمام؟ ففي كل حاجه زي ما انت بتشتري حاجات دلوقتي هنا في الحقيقه، برضو نفس الموضوع على السوشيال ميديا، بمعنى الجروبات دي معموله بقالها فتره كبيره، مش لسه النهارده. الجروبات دي معموله، بس في جروبات اللي هي فعلا بتاعت ناس معروفه، فالناس دي بتخش تشتري منها حاجات معينه بتساعدهم على التسويق بتاعهم، بمعنى ان الفيسبوك مثلا
ممكن بيديكي كوبونات هديه وبيديكي ان انت تمولي او تعملي ترويج او تعملي تسويق لمنتج معين فور فري من غير فلوس. فالناس دي بيجي لها الكوبونات دي، فالكوبونات دي بيبيعوها تمام، فالناس بتدخل تشتريها من الجروبات دي. دي اول حاجه بالنسبه للحسابات وبالنسبه للحاجات اللي بتتكلمي عنها. الحسابات دي في ناس بتبقى عاملاها من فتره كبيره وبتبقى ركناها على جنب تمام. ليه الناس بتبيعها؟ لان زي ما احنا عارفين في الايام الاخيره كل الناس نفسها تشوف العلامه الزرقاء جنب اسمها تمام. تمام. فالاكونتات دي باسعار معينه، وبرده السوشيال ميديا مالهاش سعر معين، يعني ممكن واحد يبيع لك حاجه ب 500، ممكن واحد يبيع لك حاجه ب 5000، فاهمه؟ يعني مفيش حاجه بتنظمها. فاهمه يعني يعني الجروب يعني الحسابات ديت يا استاذ احمد معروفه المصدر، مش مجهوله، مش حسابات اشخاص ممكن تكون مسروقه منهم. بصي في بقى في قصه ثانيه، يعني انا مش عارف اشتغل، بس في قصه ثانيه بالنسبه للحسابات اللي بتتسرق والكلام ده. في ناس بتستخدم برامج معينه في الهاكرز والحاجات دي، بتعمل حاجه زي اسمها سبام. السبام ده بيسحب حسابات عشان تخشي تمولي منه فور فري. بس بصي مفيش حاجه اسمها سرقه، يعني انت ما بتسرقيش، لا هو انت بتخشي عشان تاخدي الهديه اللي جايه لحد تاني، والحد ده مش عارف تستخدم الهديه دي. طب انا يا استاذ احمد، استاذ احمد، طب انا دلوقتي لو انا عندي حساب على الفيسبوك بقاله 5 سنين وبالفعل مقفول، اتقفل لاي ظرف ما، هل بالفعل ممكن الحساب ده يتسرق ويتعمل مكانه حاجه تانية غلط؟ لا 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 لا، بصي اللي ممكن يقدر يرجع الحساب اللي مقفول بقاله اسبوع اسبوعين على الاكثر، فاهمه؟ لكن حساب 5 سنين لا طبعا، يعني هو لا. اصلا ما بقاش ليه لينك خالص. لا هو خلينا نقول ان دلوقتي معانا على الشاشه ان في اكونت بيبقى بقاله من 2005 و2006 و2007 موجودين. بصي الاكونتات اللي بتبقى موجوده من زمان دي، دي ناس عاملاها وشايلاها على جنب تمام. الاكونتات دي الناس بتستخدمها لان دي بتديكي هدايا، طول ما انت قديمه في السوشيال او قديمه في الفيسبوك مثلا مارك او السوشيال ميديا، بتديكي كوبونات هديه ان انت تعملي بيها بوستات مموله، فاهمه؟ يعني قصد حضرتك ان اللي بيعرضوا الحسابات ديت بتبقى حساباتهم الشخصيه؟ لا مش بتبقى حساباتهم عاملينها، بس مش الشخصيه بتاعتهم، اي اسماء وهميه هم حاطينها على جنب وعاملين لها اكونتات كتيره، وبعد كده لما العميل يجي يشتري يروح مغير الاسم. بالظبط، يروح عامل بتاع ده طلب ويروح مغير الاسم للاسم التاني، او ده لو عايز يوثق الاكونت بعلامه زرقاء مثلا. طب ده مش بيعرض الناس ممكن للسرقه، ممكن للنصب، بيعرضهم لحاجات كتير جدا، لخطر كتير كبير كبير جدا. يعرض فعلا لو الاسماء دي حقيقيه، طبعا يعرضهم لمشاكل كتير جدا، لكن لو الاسماء دي مش حقيقيه ما يعرضهوش. بس المشكله ان انت ما فيش حد عارف الموضوع ده، يعني ملوش تنظيم، فاهمه؟ والكلام ده مش في مصر بس على فكره، يعني الكلام ده اصلا كان بره قبل ما يجي مصر، يعني احنا لسه فاهمين الكلام ده اليومين اللي فات، فاهمه؟ لكن دول ثانيه بتستخدم الكلام ده من زمان جدا، لكن انت ما عندكيش حاجه تنظم، فاهمه؟ يعني انت ما عندكيش حاجه في مثلا هنا او بره برضه تنظم لك الموضوع، يخليه اللي هو قانوني، او ازاي الناس تخش، او ازاي، او يبقى في سعر معين، او الحاجات دي بتيجي منين. لا هي دي بالظبط، عارفه كل واحد بيجتهد فبيعرف يجيب الحاجه دي. وعايز اقول لك ان اغلبيه الناس اللي قاعده على السوشيال ميديا كلهم شباب صغيره، يعني الناس اللي بتعمل الحاجات دي كلهم ما يتعدوش 15 سنه. طب من وجهه نظرك الكورونا اثرت على السوشيال ميديا الفتره الحاليه غير الفتره اللي قبل كده؟ بصي هي اثرت من ناحيتين، يعني من ناحيه ايجابيه ومن ناحيه سلبيه. بمعنى هي اثرت ايجابيا ان خلاص دلوقتي السوشيال ميديا بقت حاجه معترف بها للعالم كله، لان الناس كلها قاعده على السوشيال ميديا، فادتك ان انت بقى عندك ريتش اكبر، ادتك بقى عندك داتا مفتوحه من الناس. يعني لو كان بيقعد في اليوم مثلا حوالي 10 مليون في مصر على السوشيال ميديا، لا دلوقتي قاعد حوالي 70 80 مليون في اليوم، فاهمه؟ فبقى عندك ان انت لما تيجي تسوقي منتج، لا السوق مفتوح ان انت تسوقي، فالناس كلها قاعده بتتفرج، لان احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا قاعدين على السوشيال ميديا. بالظبط. حاجه ثانيه بالنسبه للحاجه العكسيه او الحاجه السلبيه، السلبي ان انت لما بتيجي تعملي حاجه مثلا اعلان ممول، او تيجي تعملي خدمه من فيسبوك او السوشيال ميديا، في رساله كده بقت دايما لازم تظهر يقول لك ايه، ناسف لتاخر الرد على الطلب بسبب كوفيد 19 اللي هو الفيروس بتاع كورونا، فكل الناس شغاله بنصف الطاقه بتاعتها مثلا من العمال او الموظفين، فلازم يتاخروا في الموضوع ده. لكن هي على الناحيتين طبعا الكورونا لها تاثير كبير جدا. طيب ازاي ناخد الجانب الايجابي من السوشيال ميديا الفتره دي؟ والله انا شايف ناس كتير عملت الموضوع ده، يعني
في دكاتره استغلوا الموضوع ده في ان هم ينزلوا فيديوهات عن الكورونا وازاي يخلوا بالهم منهم. حتى وزاره الصحه نفسها يعني وزاره الصحه قبل الكورونا يعني الصفحه الرسميه بتاعتهم ما كانتش موثقه، ما كانتش عليها شغل كتير، ما كانش في حاجات كتير ما كانتش معمول عليها. لا بعد الكورونا اهتموا بالموضوع ده، اهتموا ان يكون في على طول لايف على الفيسبوك مع دكاتره معينه بيسالوا والناس بترد عليهم ومش عارف ايه، اهتموا ان المصدر اليومي بتاع الاصابات والناس اللي خفت والناس مش عارف ايه كله بقى بيطلع من على الصفحه الرسميه، لان قبل كده كان اي حد بيقول اي حاجه وما كناش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. لا دلوقتي بقى عندك سورس ومصدر معين. فانا عايز اقول لك يعني الحكومه نفسها اهتمت بالحته دي. الرئيس النهارده تقريبا كان عنده اجتماع فيديو كونفرنس القمه الافريقيه، ده كان معمول على السوشيال ميديا، فاهمه؟ ده عايز اقول لك ان كل ده بقى دلوقتي لا السوشيال ميديا لها استفادات كتيره جدا، منها ان احنا بقينا ناخد المعلومه الموثقه من ناس موثقه، بقينا عارفين مين الموثق او مين الناس دي او مين الناس الفيك، فاهمه؟ تمام. طب استاذ احمد التيك توك ايه رايك فيه؟ تيك توك تيك توك اللي عامل لنا بلاوي كتير جدا، وبرضه فيه ايجابيات ما ننكرش، ولكن يعني سلبياته اكتر. يعني سلبياته اكتر، خلينا متفقين ان سلبياته اكتر. بصي هو التيك توك هو ابلكيشن صيني، تمام؟ هو مش طالع امبارح، هو طالع بقاله فتره، تمام؟ وبعدين لما بدا ياخد صيت كبير جدا الفيسبوك طلع ابلكيشن زيه بالظبط كان اسمه سماش ساعتها، فلقى ان هو مش قادر ينافس البتاع ده، ينافس تيك توك، لان التيك توك طبعا كانت الصين والصين كلها كانت داخله عليه، وبعد كده وجهوه ناحيه مصر، ومصر طبعا شعب كبير جدا فكلنا دخلنا عليه. هو ليه حاجات سلبيه وليه حاجات ايجابيه، بس انا شايف ان خلاص يعني احنا كلنا فاتحين وقاعدين على التيك توك، تمام؟ بس كل واحد في ايده ان هو ياخد الحاجه الحلوه وياخد الحاجه الوحشه. انت مسيره مش مخيره، فاهمه؟ فعلا. فانت مخيره قصدي مش مسيره، فانت لازم انت اللي بتشوفه قدامك. يعني الفنانين كلهم قاعدين عليه، مش بس الفنانين، لا الفنانين في رجال اعمال، في ناس كتير قاعده عليه، فاهمه؟ والحظر كمان مخلينا ان احنا قاعدين فاضيين فبنخش نتفرج ايه اللي بيحصل، الناس دي بتعمل ايه، هو كله ليبسنج يعني كله لعب بالشفايف وحاجات كده. فالناس كلها بقت تخش يا تقدم معلومه يا تاخد منها حاجه مفيده، او في على الجانب الثاني ان انت بتشوفي حاجات وحشه. بس انا برضو التيك توك برضو يعني هو ما ظهرش علينا فجاه، يعني اللي مركز شويه التيك توك كان السنه اللي لسه كان من فتره قريبه. استاذ احمد متشكره لحضرتك جدا ونورتنا، ميرسي جدا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. معانا استاذ ايمن محفوظ المحامي. الو الو. ايوه مساء الخير. اولا ببارك لكم على البرنامج الجميل فيسبوك على قناه الصحه والجمال الغالي عليا، وبرحب بيكم وربنا يوفقكم باذن الله. بنرحب بحضرتك يا استاذ ايمن. ايوه يا فندم. قول لي في الفتره الاخيره سمعنا حبه انتقادات على السوشيال ميديا، ايه رايك في الموضوع ده؟ انتقادات كتير. ايه حددي الموضوع. يعني التيك توك، الفيسبوك، انت فاهم كذا حاجه فيها مناوشات، انا عايز اسمع رايك في الموضوع ده. والله هو يعني اكتر حاجه كانت شغل الراي العام بعد كورونا هي ازمه المسلسلات واللي بيحصل فيها، يعني واكتر عمل لفت الانظار واثار شغل الناس كلها هو مسلسل رمضان البرنس لما قطع الباسبور المصري ومع الارض. انا قدرتش ان انا غير ان اقدم انذار لسياده نقيب الممثلين لحالته التحقيق لشطبه حسب ما ينص عليه قانون المهنه التمثيليه، لكن السيد نقيب الممثلين رد بتصريح كان غير موفق من وجهه نظري، وكان التصريح مش ملائم ان هو يقوله، لانه رد يا حجه للفنان محمد رمضان انه كان بيمثل. يعني النائب العام عمل ايه في تحقيق حضرتك؟ لسه قيد التحقيق. لكن انا بعت انذار لنقيب الممثلين علشان خاطر يتخذ اجراء ضده، فرد عليا نقيب الممثلين وقال ان محمد رمضان كان بيمثل وان مفيش دليل ان الباسبور اللي قطعه محمد رمضان كان باسبور مصري. الناس في ناس بتقول ان احنا احنا مش ضد الفن ولا ضد الفنانين، بالعكس احنا بنشجع الفن والفنانين واحنا بنقف جنبهم، لكن محمد رمضان في المسلسل اللي فات في السنه اللي فاتت
ضرب عضو مجلس الشعب في سابقه لم تحدث في تاريخ الدراما المصريه بالالم. عموما يا استاذ ايمن ان شاء الله هنتابع مع حضرتك الفتره الجايه ان شاء الله باقي التفاصيل وباقي الاحداث. نتمنى ان يحصل حدث جديد وان شاء الله تيجي تنورنا في برنامجنا. طبعا النهارده كان الموضوع في السوشيال ميديا واتكلمنا كتير جدا عن سلبيات وايجابيات السوشيال ميديا، ولكن في النهايه احب طبعا بشكر زمايلي جهاد نسرين، بشكر كل الناس اللي متابعينا، ولو حد فيكم ليه كلمه سريعه بقى يجي يقولها على طول. احب اوجه كلمه للمشاهدين اللي بيشوفونا، حاولوا تتفائلوا وتنشروا الايجابيه، حاولوا ان انتوا تطلعوا من الموضوع ده بحاجه ايجابيه، وخليكم دايما عارفين ان اي حاجه ربنا اداها لنا هي خير، وان شاء الله باذن الله الموضوع ده هينتهي قريب وهنرجع لحياتنا الطبيعيه. ولكن اكثروا من الدعاء في رمضان، واغتنموا اوقات رمضان بالذكر وبقراءه القران، وان نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده بامر الله. مبسوطة.